طبعا ايجابي لما يبقى لما يكون في حوار وطني. احنا طبعا كنا بنعاني في الفترات السابقه ان ما فيش اي حوار، ومثلا الدوله عايزاه هو اللي بيمشي. فلما يكون في تواصل ما بين فئات الشعب او القياده العليا تسمع اراء الناس، فده شيء ايجابي طبعا. مراعاه محدود الدخل، بس الناس اللي هي دخلها مثلا اقل من الاسعار دلوقتي يتراعى، بس ده بعد كده في الخطه ان شاء الله ان الناس دي مثلا تتراعى. وهي الدولة بقى بتحاول ان هي من وقت للتاني يبقى فيه زيادات وكل وكده، بس طبعا ايه الاهم من حتة ان الدخل يزيد؟ مراقبة الاسعار، مراقبة السوق، لان طبعا كل تاجر دلوقتي بيرفع السعر زي ما هو عايز. فاحنا بنطالب القيادة العليا، بنطالب الرئيس السيسي ان هو ايه يبقى فيه رقابة بس على السوق، ورقابة على ما يبقاش كل واحد عايز يعمل يحط سعر زي ما هو عايز، لا يبقى فيه دايما رقابة على الاسواق. كلنا عندنا مشاكل، بس المشاكل الشخصية كل واحد مشكلته خاصة بيه، لكن مشكلة عايزة تدخل يعني من الدولة؟ لا الحمد لله ما فيش. طبعا اكيد ايجابي، بس هي المشكلة في الشعب ذات نفسه، التجار والجشع والطمع. فلو كل واحد يحمد ربنا على اللي هو فيه ومكسبه، لكن في فترة شوية على يعني على بعض الناس المستفيدين والمشترين، والحقيقة يعني كلها صعبة جدا جدا بسبب الارتفاع الأسعار دي. يعني بس ضبط الأسعار، يعني يثبتوا الأسعار على حاجة معينة، على سعر معين. بس يعني الشعب تعب قوي يعني من ارتفاع الأسعار والجشع بتاع التجار، فحرام يعني. فرب الناس بس تهدى شوية ويراعوا بعض بس، ودي خطوة إيجابية جدا فعلا. كان مشاكل كتير صعب حلها دلوقتي، فنسيبها للدولة شوية يعني، واحدة واحدة، ما نستعجلش، ناخد الأمور ببساطة شوية. حوار الوطن حل إيجابي عشان نشوف المشاكل اللي بتواجه المواطن المصري وحلها، بيجمعوا يعني مشاكل الشعب المصري كلها ويحلها. هي أولا زيادة الأسعار، يعني مثلا في حاجات المواطن المصري متعود عليها بسعر مميز، هو المواطن المصري الأجر بتاعه ممكن ما يكفيش الحاجه اللي هو يجيبها للبيت بتاعه، جشع التجار يعني وكده. هي يعني مشكله الزحمه عموما مصر، يعني كل المواصلات والزحمه ديت، يعني الطرق ما فيهاش. هو دلوقتي بيحاول اللي هو يعمل كباري ويوسع الطرق، ديت حاجه كويسه، بيحل دلوقتي بقى المشكله بتاعت الزحمه اللي هي موجوده في مصر وكده. يعني طبعا هي مبادره ايجابيه من الدوله انها تعمل حوار وطني تسمع فيه الناس ومشاكلهم وتهتم بيها علشان نرتقي يعني بالناس ديت. المشاكل كتيرة، بس اهم ثلاث مشكلات من وجهة نظري ان انت تظبط مشكلة الصحة، تشوف المستشفيات محتاجة ايه، تقعد مع الدكاترة والاطباء على مائدة حوار وتسمع منهم وتشوف مشاكلهم، لان كل حد في مجال هو ادرى بمشاكله. فتقعد مع الناس الاطباء والناس العاملين في الصحة وتعرف منهم علشان تبتدي تحلها، وعلى الصعيد التاني تسمع من الناس اللي عندهم مبادرة ان هم يقولوا المشاكل ديت، ونبتدي ندمج الحاجة مع بعضها وتتحل. في مشكلة تانية مثلا زي مشكلة التموين، فانت لازم تفعل دور المجتمع المحلي في مشكلة التموين، ويكون في رقابة من المحليات على التموين وغلاء الأسعار اللي بواجه الناس، اللي كل شوية حد بسعر، وتبتدي ان انت تحل المشكلة ديت وتسمع من الناس ويرفعوا لك واقع عن اللي موجود فعلا. طبعا المشكلة التالتة مشكلة التعليم، ودي لازم ننظر لها نظرة كويسة، واعتقد ان من وجهة نظري ان دي اهم من مشكلة بتواجه مجتمعنا. فلازم ان احنا نظبط شوية التعليم بشكل تفاعلي، بشكل جديد، نبتكر شوية علشان نقدر ان احنا نوصل لحاجة كويسة ترتقي بالناس ديت وترتقي بالبلد ونروح لقدام. وربنا يعين الدولة على المشاكل اللي موجودة فيها، واحنا في ظهرهم في حل اي مشكلة او اي اقتراح ممكن نقدمه يعني.